يا أخي الكريم، أوصيك في هذه الدنيا وفي هذا الحال اللي احنا فيه دابا، أوصيك بشيء واحد أيها الشاب، أيتها الشاب، أوصيك لو بغيتي تخرج ناجي عليك بالصحبة الصالحة. لا مخرج من هذا الباب إلا إذا استعنت بالصحبة الصالحة على هذا الأمر. الصحبة الصالحة يا أخي الكريم، أختي الكريمة، تعينك على طريق الله عز وجل، تعينك على العودة إلى الله عز وجل، تعينك على التمسك بقيم الله عز وجل، تعينك على الضرب على السير إلى الله. أوصيكم أيها الشباب، صحاب كاينين بزاف عندكم، عندكم صحاب بزاف، انتقي واختر، اختار لك الصاحب اللي غادي إذا نسيتيه يذكرك، ولا غفلتيه يفيقك، ولا احتاجيتيه يعطيك، ولا ما مشيتيش تصلي يقول لك علاش ما جيتيش. أوصيكم ثم أوصيكم وصية لأخي لكم من القلب إلى القلب، والله وديت لندخلها لكم باش ما كان ندخلها للراس. اعزل الصحاب ديالك، كما قلت لكم أنا أتكلم مع ابني الأول وجلس معكم، وأتكلم مع أحبابي وإخواني كلهم. هذا الأمر هذا إذا عرفتي كيفاش تختار الصحاب ديالك اللي غيساعدوك على الله عز وجل، واللي يعاونوك على الطاعة، غادي يعاونوك على العبادة، غادي يعاونوك على الرجوع إلى الله عز وجل، على التمسك بدينه، هذا شد فيه. إن الله عز وجل بيّن ذلك في القرآن، على الذين يخالفون هذا الأمر يوم القيامة اللي ما كيكونوش في التقوى في الدنيا، اسمع ماذا يقولوا، ما يقولوا، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: لا إله إلا الله. حين عندي واحد القصة بغي نحكي لكم، هي اللي اخذت لي الأمر. الأخلاء، وسماهم الأخلاء لأنهم كانوا بجوج مصاحبين في الدنيا، الأخلاء بعضهم لبعض يومئذ بعضهم لبعض عدو. هذو اللي كانوا مصاحبين هنا يا ماشي على الله عز وجل، ماشي على طريق صلاة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا الاستثناء ماذا قال؟ إلا المتقين، هما أنتم اللي في المسجد غتلقاهم يوم القيامة غيتخاصموا. إلا المتقين اللي غتلقاه شاد لهم يدو الجنة، حتى ولا ما دخلتي انت الجنة، هناك أحمد ومحمد، تدخلتي الجنة هو ما تدخلتي، هو ما دخلش. سيكون لك شفيع يوم القيامة هذا الصاحب، حتى تدخل الجنة ويقول: ربي والله لي صديق كنت أصلي معه في المسجد، وكنت أمشي معه في الدعوة، كنت كمشي في عمل الخير، وكنت كنقضي معه كذا وكذا، كان كيعاونني، كان كيفكرني، دخل جهنم لأنه يطهر أو يطيب حتى يخرج منها. ربي لا تحلو لي جلسة إلا به. فيقول للملائكة: خذوا هذا، يبحث عن صاحبه ويأتي به إلى الجنة. بحثوا على أصحاب ديال يشفعوا لكم يوم القيامة. إياك وأصحاب السوء، إياك وأصحاب السوء، أصحاب السوء يجرونك إلى الويلات. والله ما دخن مدخن إلا بصاحب السوء، والله ما شرب الخمر شارب خمر إلا بصاحب السوء، والله ما فعل الفجور فاجر إلا بصاحب السوء بجلسات السوء، والله ما ارتكب الذنوب والزلات كما نرى شباب إلا بصحبة السوء. عليكم بأصحاب الخير كما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم كبائع المسك ونافخ الكير. صاحب الصلاح بحال بائع المسك، وصاحب السوء بحال نافخ الكير اللي كيبيع المسك إذا ما اشتريتيش من عنده يعطرك ولا تشم منه الريحة طيبة. أما نافخ الكير ذاك الحداد، أنا ما كنضربش في المهنة، المهنة شريفة وكيكسب، حنا كنضربوا كناية أنه إذا كنتي مصاحب مع واحد في هذا المثل، إما يحرقك إما تشم منه شريحة خايبة إما يحرقك.